معايا بتنجان رومي حلقات متوسطة مقلية، تقدروا طبعا تحطوه في الفرن او اير فراير، مفيش مشكلة. عايزين فلفل رومي مقلي برضو، ممكن ما تقليهوش اذا عايزين ما تقليهوش ولا تدخلوه الفرن، ممكن تستخدموه زي ما هو والفلفل الحامي. عايزين فصوص توم بقى، عندنا بقى 4 5 6 فصوص توم كده، شوية توم حلوين، لان المسقعة بتاعتي القرديحي من غير بصل. في ناس بتحب المسقعة بالبصل، مفيش مشكلة، ولكن أنا المسقعة بتاعتي القرديحي من غير بصل، اللي باللحمة بعملها بالبصل. عندنا طماطم شرايح، كوباية كبيرة من عصير الطماطم مع الطماطم الشرايح. عايزة كمان 2 معلقة كبار من الصلصة، خل، كمون، ملح وفلفل أسود. اللي يحب يزود شوية كزبرة يزود كزبرة، ولكن التوليفة دي كده على بعضها هي اللي بتظبط مسقعة. مشكلتي الحقيقة دايما في المسقعة هي الزيت. لو يعني اتكلمنا على مشاكل المسقعة، فهي مشاكلها معايا ان هي مليانة زيت، فعشان كده بنصح ان احنا نحط لها شوية زيت، ما نخليش البتنجانة مش ما فيهاش زيت خالص لدرجة ان هي تبقى ناشفة مستوية بس طعمها مش حلو. ولكن كتروا شوية الزيت، حطوا شوية زيت، مش هيبقى أبدا بالكمية اللي بنقلي بيها، ودخلوه الفرن واقلبي من وقت للتاني، وبعدين إذا احتاج بالفرشة تاني حطي تاني. الطريقة دي هتطلعهولك كأنه مقلي ومدي طعم القلية، بس مش شارب زيت قوي قوي كده. وطريقة تانية لطيفة جدا، إذا حسيتي إن البتنجان شارب زيت منك بعد القلية، تقدري تحطي عليه مية مغلية، ينزل لك كأنك بتشطفي البتنجان، ينزل لك كل الزيوت الزيادة اللي شاربها. برضو دي طريقة لطيفة جدا، شفت ناس كتير قوي بتعملها وجربتها ولقيتها ناجحة قوي، فقلت اقول لكم عليها، لانها فعلا بتجيب نتيجة وما بتضيعش طعم البتنجان. يعني ما تحسيش ان البتنجان طعمه ضاع، لا خالص. الفرن او الشطفة دي لذيذة قوي. الزيت على النار. انا التوم كتير شويه في الاكل، انا من الناس اللي تومها زياده في الاكل، هنا مش مزوده قوي الحقيقه، يعني حاطه شويه توم في ونطتين اهو. تقدروا تحطوا الفلفل الرومي مع التوم دلوقتي، او خلاص طالما قليينه يبقى مش هنحطه دلوقتي. عندي بقى بعد ما التومه تاخد لون كده انزل بالخل على طول. عليهم الطماطم الشرايح، فلفل اسود وملح. انا بحب ادبل بس الطماطميه واشربها كده من من الكلام ده. ننزل بالفلفل، خلوني بس البس جلافز عشان اشتغل بايدي براحتي. الفلفل الحامي، هنزل بالصلصة. بصوا بقى الفلفل، تخيلوا بقى دي عايزة لقمة كده، يعني من غير الصلصة الطماطماية بالفلفلتين دول عايزين عيش بلدي. بس سخن الصلصة كده، ننزل بعصير الطماطم، ونتبل الكلام ده بقى. ملح وفلفل برضو والكمون. وادي الكمون، وبحب ازود شوية خل كمان عشان نكهة الخل تبقى زيادة شوية، فبس ايه احطه دلوقتي كده. محتاجين بقى شوية مية مغلية. اللي بيحب بقى البطاطس المحمرة اللي بتتحط برضو في الصوص يعيش حياته، يحط بطاطس محمرة.
البتنجان يا اما بتحطيه ياخد غلوه مع الصوص ده، يعني ترصيه في الصلصه وتسيبيه ياخد غلوه على النار على عين البوتاجاز، وبعدين تدخليها الفرن، او ان احنا زي ما انا هعمل كده هرص البتنجان وهقوم منزله الصوص ومدخلها الفرن. حاسه ان الطاجن كبير. هشيله ده. اوكي. بس اعتقد تمام صح. اللذيذ بقى في ان المسقعه دي بعد ما بناكلها وهي دافيه، يعني انا ما باكلش مسقعه وهي سخنه قوي بصراحه، احلى حاجه بقى وهي ساقعه وفي الثلاجه. هو ده المسقعه، يعني انا اطلعها من الثلاجه احس ان انا كده باكل مسقعه، وبعدين ما بيبقاش فيها بقى ولا لحمه ولا حاجه، فما فيش مشكله ايه انه اللحمه ساقعه او الدهون اللي فيها اتجمدت ولا اي حاجه من الكلام ده. يلا بينا ننزل بالفلفل والصوص. حاضر. ادي الطماطم كده، ناخد ايه قرون الفلفل كده على الوش، وادي الفلفل الرومي. تدخل الفرن بقى تعيش حياتها. الطماطميات اللي فوق دي اشلكوا دي. طيب بحاول اساعدكم والله اهو. حاضر حاضر حاضر. الخل والثوم مع شويه الفلفل الحلوين دول مش قادره اقول لكم بقى. تدخل بقى تعيش حياتها دلوقتي في الفرن، مش كتير، ما فيش حاجه محتاجه وقت طويل للسوى خالص. احنا كل اللي عايزينه تاخد وش كده لذيذ، ونلمع كده الطبق ونوسع للصوص عشان البتنجان ينزل، الصوص ينزل تحت البتنجان. انا بحب الفلفل ياخد له شويه كده من فوق. حاضر. والفلفل برضو ايه ياخد شويه وخلاص، بس ايه ابين البتنجان برضو. نلمع مكان الصلصه عشان ما تتحرقش. بصوا بقى الطاجن يدخل كده، بصوا على الشكل الاخير بعد ما وسعنا كده عشان نشوف البتنجان والفلفل وكل الحركات. هيدخل حوالي تلت ساعة، نشغل الشواية نديله وش كمان وخلاص على كده. يلا بينا. ادي طاجن المسقعه بتاعنا دخل الفرن زي ما احنا شايفين، يا رب تكون باينه، وقدامها يا دوب يعني 3 4 دقائق كده وطلعها. المسقعه دي تبرد بقى كده وخلاص، مش عايزين احلى من كده، لان هي ما تتاكلش سخنه ملهلبه، يا دافيه يا ساقعه من الثلاجه.